السلام عليكم أخواني. اليوم الخامس للبيض في الفقاسة، باش نفحصوا 5 ولا 4 بيضات باش نشوفوا البيض اللي عندنا ملقح ولا لا. نغلق الفقاسة باش تحافظ على الدفء اللي فيها باش المروحة متخرجش السخانة. هذه بيضة، 2 3 4. نغلق الفقاسة، نعود نشغلها. عملية الفحص مخصبة، نشوفوا الشعيرات الدموية اللي الجنين يبدأ يتكون فيها. هذه البيضة الثانية مخصبة والجنين يبدأ يتكون. هذه كذلك مخصبة. بيضة غير مخصبة، إن شاء الله في اليوم 18 نفرزوا البيض. ونهبطوا في الصناديق للتفقيس، والسلام عليكم.